ما الحكم لو أخرجت الزوجة مهرها من البيت بدون إذن زوجها؟ لا إثم عليها، لأن الصداق حقها ليس بحق لزوجها، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صداق بما استحللت من فرجها. فقال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. فالمرأة أحق بصداقها، وقد قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أفضل لك.